على جمعيه السيدات، هنيئا لجمعيه. اليوم كما كتشوفوا الحفل الختامي لمهرجان الفروسيه اللي تقام بتراب جامعه الشيره الجهاديه، وكذلك تم تنظيمه من طرف الجماعه بالتنسيق مع جمعيه السلام للفروسيه التقليديه. وهذا المهرجان عرف اقبال كبير ديال الجمهور اللي هو متنفس ديالهم في الشيره، وداز في اجواء جد بهيجه. كما كتعرفوا ان كاينه عطله ذكرى المولد النبوي اللي عرفت واحد الاقبال ديال العوائل وعائلات اللي جاوا يعني من داخل الشيره وبرا مدينه الشيره اللي جاوا تفرجوا في هذا المهرجان. وبدوري كنبغي نشكر السلطات على راسهم السيد العامل على اقليم انسكان ايت ملول، وكذلك الامن الوطني وجميع من ساهم في تنظيم هذا المهرجان. يعني اليوم الحضور ديالنا لاختتام فعاليه المهرجان الدوره 16 للفروسيه التقليديه اللي منظم من طرف جماعه الدشيره الجهاديه وبشراكه مع جمعيه السلام للفروسيه التقليديه. يعني هذا المهرجان اللي عرف التوافد ديال جميع الفرق من جميع الجهات المملكه اللي عطى واحد اللوحه رائعه هنا بمدينه الدشيره. يعني تختار اليوم انه جور فيري، داكشي علاش كنلاحظوا توافد كثير للزوار هنا باش يتنفسوا في هذا المتنفس الرائع اللي اول مره تنظم بعد لما توقفت الانشطه هذه واحد جوج سنوات يعني بكوفيد اللي كان الجائحه ديال كوفيد اللي وقفت الانشطه هذه صافي دوزون دابا، والحمد لله راه استأنفت الأنشطة هنايا.